نعود على قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وإيقاف بث برامج قناة نسمة على الترددات الـ FM المخصصة لمجموعة من الإذاعات. نسمة تتحدث على أنه الأيكا معناها أخمدت صوت الجهاد جوستومون. يعني هذا الكلام قديم، والكلام هذا يعني سمحني أنه كلام فيه الكثير من الشعبوية والمغالطة. كل ما في الأمر أنه قناة نسمة تبث على نحو أكثر من 5 إذاعات بس برامج متاعها في البرايم تايم في الصباح وفي نص النهار وفي العشية لمدة نحو 5 ساعات يوميا. كي تحل الإذاعة تلقى أنها أخلت بالتزاماتها في البرمجة وخلت بالتزاماتها تجاه استعمال التردد وسلمته القناة نسمة. هذا فهمتني استدعينا قناة نسمة توعمنا نحو شهر، طلبنا منهم الوثائق، طلبنا منهم فينا اتجاه، قالوا لنا انه ما ثماش حتى كونفونسيون باش يمدونا بالوثائق، بعدين ما مدوناش وفي الاجل وما مدوناش بالوثائق. تبين انه هناك مشاريع تاع اتفاقيات، الهيكا عندها وثائق في هذا الشان، وخذينا القرار لانه فيه عدم التزام بكراسة شروط. ما يحقش الإذاعة جمعياتية تسلم مثلا 5 ساعات من البث القناة التلفزية. يعني أنت تحل في تاكسي، تحل راديو مثلا يوليس افام، تشوف بوذنيك قناة نسمة. يعني هذا اللي قاعد، فهو إخلال بالتزامات في كراسة الشروط. فيما يتعلق بهذا الخطاب أنه الهيئة تريد إخماد صوت الجهاد، هذا الحقيقة هذا خطاب يعني الحد الأدنى من ذكاء أي واحد تونسي يعرف أنه إحنا أول شيء ساعة في أغلبنا أولاد جهاد، أولاد تونس في نهاية المطاف مش واحد. والكلام هذا هو للتضليل وكلام لتأليب الرأي العام زعمة على الهيكا. ولكن تأكد الشكايات اللي بلغت الهيكا في هذا الجانب ليس هذا فقط. للعلم لأول مرة نقول أنه ثم إذاعات وقفت وسمى مراسلات في هذا الشأن، وقفت تلقائيا البث نتاع إذاعة نسمع على الترددات نتاعها، واعتبروا في مراسلات انه راهو المعاملة غير جدية وانها معاملة تبين لهم خطأ تاع الخيار اللي عملوه. يعني هذا الإطار اللي مشينا فيه فيما يتعلق ب مش انه السؤال انه الصحفي ما يحقلوش يسأل، مش انه مقاربة جهوية او اعلام القرب هذا نحن ندعو له، هو انك تسلم الترددات متاعك، اذاعتك توقف البرمجة وتسمح القناة نسمة تبث على الاذاعة متاعك لمدة 5 ساعات يومين. هذا عمره ما حدث في اي بلاد في العالم، يعني ممنوع اصلا بالقانون يعني.